شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن محمود عبد الحليم فريحات الجمعة في تشييع جثمان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق المشير الركن فتحي محمد أبو طالب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الماضي. وجرت للفقيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير ملفوفا بالعلم الأردني على عربة مدفع ومحمولا على أكتاف رفاق السلاح من مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ووري الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية بعد الصلاة عليه ظهر هذا اليوم في مسجد الملك حسين بن طلال رحمه الله. وشارك في مراسم التشييع كبار ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين ومدراء وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وذوي الفقيد وجمع غفير من المواطنين. وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي علم المملكة الأردنية الهاشمية لذويه ووضعت أكاليل الزهور على ضريح المرحوم المشير الركن فتحي أبو طالب.